لا يخفى عليكم أن عمل النيابة العامة هو عمل دائم ومستمر من أجل السهر على تطبيق العادل للقانون. وتنزيلا للأمر المولوي السامي بجعل القضاء في خدمة المواطن، وكذلك تفعيلا لدوريات السيد رئيس النيابة العامة وتوجيهات السيد الوكيل العام، انخرطت مؤسسة النيابة العامة بالدار البيضاء باعتبارها مؤسسة مواطنة أولا في خدم هذه الأحداث والظروف الاستثنائية التي تعرفها المملكة الشريفة، وذلك بالانخراط بوضع خارطة طريق وبرنامج متكامل أولا لاستمرار في قيام المرفق بواجبه العادي والمعتاد وهو التطبيق السليم والعادل للقانون. ثانيا انخراط على المستوى حفظ السلامة البدنية والجسدية لجميع المرتفقين عن طريق وضع برنامج يمكن من الحد من انتشار خطورة هذا الوباء والحيلولة دون تفاقمه. من أجل ذلك خصصت النيابة العامة على مستوى محكمة السيناء في الدار البيضاء وعلى غرار باقي المحاكم بوضع آليات اشتغال تمكن المرتفقين من الحصول على مبتغاهم دون التوافد على هذه المحكمة. ونخص بالذكر أنها وضعت على مثال وضعت للسادة المحامون والموثقين والعدول وجميع المرتفقين بريد إلكتروني للتواصل وكذا مجموعة من الهواتف المخصصة لهذه الغاية ورقم الفاكس من أجل التواصل وتقديم المرتفقين سواء شكاياتهم أو تظلماتهم أو طلباتهم دون الحاجة للتوافد على هذه المحكمة. ويقوم السادة النواب مشكورين ببذل المجهود المعتاد بدراسة هذه الطلبات وموافاة أصحابها بمآلات هذه الطلبات وشكايات داخل آجال معقولة. في إطار تنزيل هذا البرنامج تبنت النيابة العامة على مستوى محكمة السيناف وعلى غرار باقي المحاكم المحاكمة عن بعد. ولا يخفاكم أن المحاكمة عن بعد هو تدبير استثنائي في ظروف استثنائية أملتها ظروف هذه الجائحة وموازاة مع الإجراءات المتخذة في الحجر الصحي. والمحاكمة عن بعد هو رهان يجمع بين الحق في ضمان السلامة البدنية والحق في المحاكمة داخل آجال معقولة. ومن أجل ذلك انخرطت مؤسسة النيابة العامة بتعليمات من السيد رئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية وتفعيلا لما خلصت إليه لجنة مكونة من السلطة القضائية والمندوبية السامية للسجون وهيئة الدفاع وجميع المتدخلين في العملية القضائية من أجل مواجهة خطورة تفشي هذا الوباء، بحيث تم استغلال الكاميرات الموجودة في فضاء هذه المحكمة وربطها مع قاعات مخصصة لذلك في إدارة السجون والمؤسسات السجنية من أجل خلق تواصل غير مباشر بين المتهم وهيئة المحاكمة والدفاع عن طريق شاشات وكاميرات مخصصة لذلك. وللإشارة تجدر أن هذا الحديث عن المحاكمة عن بعد أسال الكثير من الآراء الفقهية وتجدر الإشارة إلا أن المحاكمة عن بعد تأسست على مبدأ الطواعية بحيث أن رئيس الهيئة قبل مناقشة القضية يستفسر المتهم عن مدى قبوله محاكمته عن بعد من عدمها، وكذلك موافقة دفاعه. ونسجل هنا أنه لم يكن هناك أي اعتراض على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في هذا الشأن، ونغتنم الفرصة لتوجيه الشكر والتنويه لأعضاء هيئة الدفاع نقيبا ومجلسا وأعضاء في انخراطهم بوعي ومسؤولية في إنجاح المحاكمة عن بعد، باعتبارها الطريقة الفضلى التي تحد من تفشي هذا الوباء وتسعى إلى تحقيق المتوخى منها في إطار محاكمة عادلة تواجهية حضورية. وفي هذا الصدد لا بأس من الإشارة إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بالدائرة القضائية على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة بين 11/5/2020 إلى غاية 15 من ماي 2020، بحيث بلغ عدد المعتقلين المستفيدين من المحاكمة عن بعد إلى 1437 معتقل، تخص مجموعة من مختلف القضايا الجنائية. تم إيلاء الاهتمام كما تعلمون لقضايا المعتقلين على اعتبار أن قضاياهم تتسم بالآنية ويجب محاكمتهم داخل أجل معقولة، وبالتالي فإن القضايا الزجرية المحاكمة عن بعد تعتبر مظهرا من مظاهر برنامج جدي وطموح يروم إلى تأسيس المحكمة الرقمية، بحيث يتم الاستعادة على الإجراءات الورقية إلى إجراءات رقمية. هذا البرنامج الأكيد أن نتائجه ستظهر مستقبلا، بحيث أنه سيجنبنا الكثير من الإكراهات والضغوط التي يعرفها المرفق. والأكيد أن خلال هذه الفترة العصيبة التي يواجهها المجتمع المغربي عامة والقضاء خاصة، فإننا مع ذلك سجلنا بكل ارتياح أن المحاكمة العادلة أو المحاكمة عن بعد كانت لها من الإيجابيات التي أولا حدت من انتشار هذا الوباء على مستوى مرافق العدالة، وأن الجميع انخرط كتابة وموظفين والسادة النواب في مشروع حداثي يمكن الجميع من الوصول إلى المعلومة بشكل أفضل وسلس دون الحاجة إلى تحمل أعباء الوصول إلى هذا المرفق والبحث عن المعلومة، بحيث يكفي الولوج إلى الإنترنت اليوم واستعمال بعض الوسائط المعلوماتية من بينها محكمتي لتتبع الطلبات والملفات والمحاضر من خلال الإنترنت. بخصوص إشراف النيابة العامة على عمل الضابطة القضائية، كما تعلمون هو اختصاص أصيل للنيابة العامة يجد روحه في دستور المملكة، وتنظمه القوانين كقانون المسطرة الجنائية. والإشراف بموازاة مع إجراءات الحشد الصحي هو إشراف دائم وآني، بحيث يتلقى السادة النواب اتصالات التي ترد عليهم من طرف الضابطة القضائية كلما كان هناك مبرر لهذا الاتصال في أي وقت، 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ويتلقون السادة الضباط القضائية. ونفتح قوسين هنا للتنويه بالمجهود الجبار الذين يقومون به في اختفاء أثر الجريمة أينما كانت، مع الحرص على ضمان سلامة المواطنين، بحيث أن ضباط الشرطة القضائية في عملهم المعتاد، كلما تبين لهم وجود فعل جرمي تلبسي إلا وربطوا اتصال بالسادة نواب الوكيل العام أو نواب وكيل الملك من أجل تلقي المتعين من التعليمات. أولا يجب الاتفاق على أنه في إطار زمن هذه الجائحة أو ما يعرف بكورونا، فإننا لاحظنا نسبيا انخفاض في مستوى ارتكاب الجرائم، ولكن للأسف ما زالت هناك بعض الجرائم التي يتم بين حين وآخر ضبط مرتكبيها على مستوى الدائرة القضائية، بحيث تقوم الضابطة القضائية آنذاك بربط الاتصال بالنيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة في حينه. أما بخصوص طبيعة هذه الجرائم فإنها لا تختلف عن الجريمة السابقة من حيث الشكل، وإن خفت محدوديتها ونطاقها نظرا للعمل الجبار الذي تقوم به الضابطة القضائية على مستوى العمل الاستباقي. باشرنا إليه سابقا، فإن قاعة المحكمة كما تلاحظون مزودة بأجهزة معلوماتية وكذا شاشات تلفاز من أجل إجراء المحاكمة عن بعد، بحيث أن قاعة المحكمة والأجهزة المتوفرة تم ربطها عن طريق الإنترنت بالمؤسسة السجنية التي تتوفر بدورها على قاعة مخصصة لذلك، بحيث يتم التواصل في إبانه بين المتهم وهيئة المحاكمة والسيد ممثل النيابة العامة وكذا كاتب الضبط، للحرص على أن تكون المحاكمة عادلة، تواجهية، حضورية، علنية.